بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. عندنا هنا تيرميني ان ديالوغ. شنو المقصود بها؟ اكمل الحوار. اكمال حوار. جو مونتخين جو كومبليت لو ديالوغ سويفون. جو كومبليت لو ديالوغ سويفون. انا اكمل الحوار تالي. بونجور جين. اذا واحد غيتكلم ويقول بونجور جين. بونجور جين ثم نادية. اذا اش غيكون الجواب؟ بونجور نادية. بونجور نادية. اذا شكون اللي غيتكلم هنا؟ جين. جين سيقول ماذا؟ بونجور نادية. نادية. بونجور نادية طبعا تحية. ثم كياس. كياس شنو تقصد بكياس؟ من هذا؟ من هذا؟ من يكون هذا الشخص؟ كياس. ثم ليلى شنو يقول؟ سي مون نامي. ليلى كاينه ليلى هنا شنو يقول هنا؟ سي ليلى. سي ليلى. سي ليلى. سي ليلى. إن ليلى. ثم دون كيل كلاس اتيل. دون كيل كلاس اتيل. أنا قسم أنت. دون كيل كلاس اتيل. أي مستوى أنت؟ اتيل. اتيل. هي. الجملة شنيا كلها؟ أي قسم أنت؟ إلا شنيا؟ هي. هي. إذا شنو غيقول هنا؟ لا، في أي قسم هي؟ في أي قسم هي؟ إذن دون كيل كلاس إتيل؟ إذن ممكن يقول ماذا؟ ممكن يقول ماذا؟ الأون كلاس شي حاجة. هي شنو هي شي حاجة؟ بخير أنا. بخير أنا، وبيه مثلا؟ ممكن يقول معاه وكلمة أخرى. دابا بونجور جين، ثم قال بونجور نادية، إذن أكيد أن نادية هي اللي تكلمت في الأول. نادية تكلمت مع جين، ماذا قالت له؟ بونجور جين. غيرد على جين طبيعة الحال بونجور نادية. ثم يسأل جين مثلا كياس شكون هذه اللي معك؟ إذا نادية ستتحدث فتقول سي ليلى. ثم يتكلم جين فيقول ماذا؟ دون كيل كلاس اتيل. هو تسأل نادية على من؟ على ليلى. تتكلم مع نادية على ليلى. أما ليلى مع من كانت؟ كانت مثلا مع نادية. إذن دون كيل كلاس اتيل. هي في أي قسم هي؟ هي في أي فصل هي؟ فهمتي؟ ستقول نادية، نادية اللي غتجاوبنا، غتكلم على ليلى. إذن ستقول ماذا؟ ستقول مثلا ألي. ألي. كلاس. سانكيام أني مثلا. Il est en cinquième année primaire, mettelen, ou bien en sixième année primaire, ou bien en première année secondaire, il réalise. Tout maintenant, je termine le dialogue suivant. Je termine le dialogue suivant. Nabil présente son frère à un ami. Il a dit Nabil, il a dit à Khao. لواحد الصديق اللي هو طارق كما غنعرف ياك. نابيل بريزون سون فرير ا ان امي. لي دو زامي يعني الصديقان. لوي بارل اون سويت دو لور ايكول ياك. اذا نشوف هنا عندنا نابيل بريزون سون فرير ا ان امي. عندنا هنا نابيل شنو غيقدم؟ غيقدم الاخ ديالو اللي هو رشيد كما غنعرفو امامي اللي هو طارق. نابيل بريزون سون فرير. اذا نابيل بريزون سون فرير امامي. لي دو زامي لوي بارل
les deux amis lui parlent ensuite de leur école. يعني أن الصديقان lui parle يتكلمان له ensuite de leur école. يتحدثان له فيما بعد عن مدرستهما. على طريق يلاه جا جديد وتعرف على نبيل ونبيل قدم له الأخ ديالو نبيل. سيتحدث نبيل ماذا سيقول؟ طريق je te présente mon frère Rachid. إذا نبيل يتحدث يقول طريق je te présente mon frère Rachid. ياك؟ طريق يتحدث بونجور رشيد. مرحبا رشيد، انا اقدم لك اخي رشيد. دابا راه تكلم نبيل هو الاول. نبيل هو اللي تكلم هو الاول. شنو قال طارق؟ جو تو بريزونت مون فري رشيد. دابا غيتكلم طارق الصديق الجديد. اذا ماذا سيقول؟ بونجور رشيد. اذا سيتحدث مع اخ نبيل. طارق سيتحدث مع اخ نبيل اللي هو رشيد. سيقول له ماذا؟ Bonjour Rachid, je suis content de te connaître. Bonjour Rachid, je suis content de te connaître. أنا سعيد. أنا سعيد بمعرفتك. طبعا لو غير كونيتر يعني في العرفة. ياك؟ إذا je suis content de te connaître. ثم يقول Moi aussi, vous. Moi aussi, vous êtes dans la même classe. إذا رشيد سيقول ماذا؟ أنا أيضا. أنا أيضا. شنو تقصد أنا أيضا؟ تا أنا بحالك. شنو تاني بحالك؟ تا أنا؟ تا أنا فرحت بأني تعرفتك. تا أنا سعيد بمعرفتك. رشيد يقول أنا أيضا سعيد بمعرفتي. ثم يستمر في السؤال فيقول له ماذا؟ فوزيت دون لا ميم كلاس؟ فوزيت دون لا ميم كلاس؟ واش أنت في نفس القسم؟ إذا سيقول طارق وي. ثم يكمل. إذا سيقول ماذا مثلا؟ وي جو سوي دون لا ميم كلاس. كنابيل مثلا أنا في نفس القسم مثلا كنابيل. هذاك الشيء تعرفت عليه مثلا. وي جو سوي دون لا ميم كلاس كنابيل. طبعا سيتحدث رشيد ونبيل لطارق عن مدرستهما. شوفنا اش قال لك. نبيل بريزون سون فخيغ أن أمي لي دو زامي لوي باغل أونسويت de leur école. يعني أن الصديقان سيتحدثان له فيما بعد عن مدرستهما. ماذا سيقولان له مثلا؟ إذا ممكن أن طارق يقول طارق وي جيتودي دون لا ميم كلاس كو نبيل. أنا أدرس بنفس القسم مثل نبيل. ثم يتحدث رشيد مثلا كوم فو بوفي لو فوار Notre école est située dans le centre-ville et en même temps, elle est située dans un endroit calme. Comme tu vois, comme vous pouvez le constater, ou bien comme vous pouvez le voir, notre école est située dans le centre-ville. Madrasatuna taqa dans le centre-ville. في مركز المدينة. فهمتي؟ اي ان ميم طون وفي نفس الوقت الا سيتوي دون ان اندرو كالم. هي تتواجد في مكان هادئ. لا يوجد فيه ازعاج. لا يوجد فيه ازعاج وبالتالي يساعد على الدراسة. ياك؟ اذا ممكن ان رشيد يقول له هكذا. كون فو بوفي لو كونستاتي او بيان كون فو بوفي لو فوار نوتخ ايكول سيتوي دون لو سونتخ فيل اي ان ميم طون الا سيتوي دون ان اندرو كالم. إذا هي تتواجد في مكان هادئ. ثم يتحدث نبيل فيقول له مثلا طبعا هما بجوج غيبقاو يتكلموا على المدرسة ديالهم. اون افي اوسي تو لي بروفيسور ايسي سون دو بون ايمور اي ديليجون. اون افي وبطبيعة الحال أو في الواقع اوسي أيضا تو لي بروفيسور ايسي كل المعلمين كل الأساتذة هنا سون دو بون ايمور سون دو بون ايمور يعني انهم بمعنويات جيده بمعنويات جيده تيكونوا فرحانين تيكونوا مجتهدين ياك تيكون عندهم داك النشاط باش يعملوا فهمتي اذا تو لي بروفيسور سي
sont de bonne humeur. يعني أنهم بمعنويات جيدة. Et diligent. Et diligent. Diligent مقصود به أنهم متابرون، أنهم مجتهدون، أنهم متقنون لعملهم. Diligent. ثم يقول رشيد l'école dispose également d'un certain nombre de salles. L'école dispose aussi ou bien l'école dispose également d'un certain nombre de salles. يعني أن المدرسة تتوفر أيضا على عدد من القاعات en plus des installations vitales. زيادة على en plus des installations vitales. زيادة على المرافق الحيوية. إذا ممكن أنه يدور حوار هكذا. ثم عندنا جو برودوي ليكري. يعني أنا أنتج كما نقول من الكتابة. يعني أنا أنتج كتابة. يعني أكتب. هذا هو المقصود. Je produis de l'écrit. J'imagine une suite au dialogue suivant. J'imagine une suite au dialogue suivant. Je me suis dit, j'imagine, c'est le verbe imaginer. Je n'ai imaginé. Par exemple, concevoir. Rien de fiel. Concevoir. Concevoir, c'est un acte de savoir. Imaginer, c'est une image. Image. Je n'ai image. Soit. Je n'ai imaginé. تصور انا كنت اتصور جيماجين ان سويت او ديالوغ سويفون انا اتصور ماذا ان سويت ان سويت انا اتصور حوارت ان سويت ان سويت نتكلم على سويت ان سويت نتكلم على الفيرب سوي يعني تابعه ان سويت يعني نتكلم عن شي حاجه تابعه شي حاجه جايه من بعد لا اذا كما نتكلم هنا عن تتمة هذا هو المقصود جيماجين إن سويت كما نقول شي حاجة تابعة المقصود تتمة المقصود تتمة أو ديالوغ سويفون إذا نتكلم عن تتمة لأي شيء أو ديالوغ سويفون أو ديالوغ سويفون يعني أنا أتصور تتمة تتمة حوار حوار التالي أتصور نهاية الحوار التالي غنتصور نهاية الحوار التالي Bonjour madame la boulangère, je voudrais un gâteau. Bonjour monsieur, quel gâteau voulez-vous? Quel gâteau voulez-vous? Bonjour madame la boulangère, je voudrais un gâteau. Yom Saïd, Assayida, la boulangère? Khabaza. Je voudrais un gâteau. Khabaza, il t'a le halawiyat, le khobz, il a rire d'alik, ou tabi'ou, ou tabi'ou. ياك إذن جو فودغي أن غاطو شنو بغا؟ أنا أطلبك أنا أطلب كعكة جو فودغي أنا أريد كعكة أريد كعكة بساط جو فودغي سالوفوار سالوفوار فولوار فولوار شنو هو؟ أراد جو فودغي أن غاطو يعني أنا أريد كعكة بونجور مسيو كيل غاطو فوليفو ما مرحبا سيدي هل هذا غاطو لك؟ ها كيل غاطو فوليفو؟ أي كعكة تريد؟ أيو؟ كعكة تريد؟ أيو كعكة تريد؟ جي أوبلي سون نو، جي أوبلي سون نو، نسيت الاسم. نسيت الاسم. نسيت اسم الكعكة. نسيت اسمها. ياك؟ جي أوبلي سون نو. سي لو فيرب أوبلي. هذا فعل أوبلي. ياك؟ طبعا سي لو فيرب أوبلي. Oublié. Nessia. Et donc j'ai oublié son nom. Elle n'a pas cité Isma. Quel genre de gâteau avez-vous? Mais un ou un cacat là qui est indiqué. Quel genre de gâteau avez-vous? Mais le cacat là qui est tarif mettelin. Est-ce le cacat là qui est tarif mettelin? On a quoi? هناك لي كرواسون مثلا لي بان لي بتي بان لي بتي بان او بيان بتي بان او شوكولا تي تدخل في لي كاطو ممكن ان الخبازة تجيب تقول له قلنا لي باغيت بصفة عامة عندنا لي باغيت قلنا لي باغيت باغيت او سيريال لي كرواسون با او شوكولا مادلين اي بلان دوطخ شوز اي بلان دوطخ شوز إذا عندنا باغيت شنو نقصد باغيت باغيت تدر هنا لي باغيت عندنا خبز طويل
باغيت وسريال. نتكلم عن خبز طويل ولكن عليه حبوب. نتكلم هنا عن باغيت وسريال، خبز طويل عليه حبوب، عليها حبوب، لاصق عليه حبوب. ثم لي كرواسون، طبعا كاين باغيت ومايز، فهمتي؟ باغيت ومايز. نتكلم عن باغيت، نتكلم عن خبز طويل باريزيانة ولكن لاصقين عليها حبوب الذرة. لي كرواسون، لي كرواسون، نتكلم عن كرواسون. بان او شوكولا، بان او شوكولا. نتكلم عن نوع من الحلوى، الشوكولاتة. مادلين، مادلين نوع اخر من الحلويات. اي بلان دوتر شوز، شنو المقصود بها؟ انواع اخرى. ثم اشياء اخرى كثيره. بلان دوتر شوز، ثم اشياء اخرى كثيره. اوكي جو فودري دو باغيت. اوكي جو فودري دو باغيت، انا اريد باغيت، خبزتين طويلتين مثلا سيل فو بلاي، دو كرواسون اي ان بان او شوكولا. اذا يقول له مثلا اعطيني خبزتين طويلتين وكرواسون وخبز الشوكولا. دو كرواسون يعني جوج من الحلويات، اي ان بان او شوكولا، ثم حلويات بالشوكولا. ثم قطعه من الحلويات بالشوكولاته. سوسوغاتو، اذا المقصود بها سوسوغاتو والصافي. فهمتي؟ هل هذا الذي تريد؟ هل كل ما تريد؟ فهمتي؟ هنا عندنا سوسوغاتو، سيكون الكل. المقصود هنا هل سيكون هذا كل ما تريده؟ انا سمو صافي باغي هادشي علاش؟ ولكن خاص تشوف شنو تيقولوا لنا. نستعملوا لو فيرب اتر او فيتور سامبل. اذا نقول إل سوا، هو سيكون. هنا تو يعني كل، كأن تقول له سيكون كل ما تريد. هل سيكون كل هذا ما تريده؟ هل سيكون كل هذا ما تريده؟ فهمتي؟ سوسوغاتو. ثم يقول له سوسوغاتو ميرسي مثلا، او بيان وي ميرسي مثلا، ياك؟ او يقول له سوسوغاتو ميرسي. ثم تقول له سيدي غان سيكونت، سيدي غان سيكونت، ستة دراهم ونصف، سيدي غان سيكونت، سيدي غان سيكونت. ها؟ ثم يقول له توني، شنو توني؟ واخ خذي، خذي. إذا دابا جبد لي الفلوس وعطاها. سالو فارب تونير، سالو فارب تونير. كخذي يتي توني بالجمع، تي غير واحد تتكلم مع واحد. هو تكلم معها بصيغة الاحترام، هو تكلم معها بصيغة الاحترام، قال لها خذو، خذو، ما قالهاش خذي، توني. فهمتي؟ تي بغا تقول شي واحد ما غتحترموش، إلا قلتها لشي واحد عادي ما بينكش وبين واحد الحاجز، فهمتي؟ ولكن واحد تتحترمو ما تتعرفوش، إذا غالبا غتستعمل صيغة الاحترام. توني تنقولو تي، تي يعني تتكلم مع واحد عادي، تقول له تي مع ابنك، مع صديقتك مثلا التي ليس بينك وبينها حواجز، ولكن مع شخص آخر لا تعرفه، مع أستاذ، مع شخص كما عندنا هنا، إذن سيقول له توني. ثم تقول له ميرسي، ميرسي. ممكن أننا نضيف أوغوفوار، أوغوفوار، إلى اللقاء. ثم ننتهي مع هذه الفقرة، لتخوزي باراغراف، جومي فالي، أنا أقيم نفسي، المقصود أنني أنظر إلى نفسي، هل أنا في المستوى، فوق المستوى، أو دون المستوى. Je présente ma production. Je présente ma production. أنا أقدم إنتاجي. طبعا الكتاب كما رأينا في المسألة نتكلم عن production. D'écrit. إذن je produis de l'écrit. إذن نتكلم على production d'écrit. إذن je présente ma production. Je prends note des remarques. أنا أدون ملاحظات. Je prends note. كما نقول أنا أخذ note. كما نقول تسجيلات. إذن المقصود أنني أدون. Je prends note. Je prends note. أنا أسجل. Des remarques. Des remarques. صحيح. أنا أسجل ملاحظات. De mes camarades de classe. أنا أسجل ملاحظات رفقائي. القسم. رفقاء القسم. الذين يدرسون معي في الفصل. Et je procède aux corrections. ثم أنا أباشر التصحيح. إذن طبعا. عندما ألقي ما كتبته أصدقائي سينظرون
إلى هاد الذي كتبته، ثم سيعطونني رأيهم، سيعطونني ملاحظاتهم، أنا سأسجل الملاحظات ثم أباشر تصحيح. إذن je présente ma production, je prends note des remarques de mes camarades de classe et je procède aux corrections. Et je procède aux corrections. Je participe à la correction des autres productions. فكما دوك الأطفال، فكما دوك الأصدقاء ساعدوني وأبدوا ملاحظاتهم طبعا لتصحيح ما كتبته، فكذلك أنا سأشارك في تصحيح ما كتبه هؤلاء الأصدقاء. الحمد لله أنا أيضا سأشارك في هذا الأمر، فكذلك أنا سأشارك في تصحيح ما كتبه أصدقائي الآخرون. Et donc je participe à la correction des autres productions. Ana usharik fi tasheeh l'intajat l'okhra. Maksoud intajat asdiqai l'akharin. Et donc, هذا فيما يخص الفقرة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.